استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم النائب تشوساك ليمسكول رئيس لجنة الصداقة التايلاندية البحرينية والوفد المرافق له الذي يزور مملكة البحرين حاليا. خلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برئيس وأعضاء الوفد التايلاندي معربا سموه عن تمنياته في أن تسهم هذه الزيارة في توطيد أواصر التعاون بين البلدين الصديقين. وأكد سموه أن العلاقات بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند الصديقة تشهد ازدهارا في شتى المجالات في ظل ما يجمع البلدين من روابط متينة وحرص متبادل على ترسيخ أسس نموذج متميز للتعاون يلبي التطلعات والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين. ونوه سموه إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين لما لها من أهمية في زيادة وتيرة التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى مستويات أوسع ومجالات جديدة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. وقال سموه إن علاقات الصداقة التي تربط بين البحرين وتايلاند قوية وراسخة، وأننا نتطلع إلى مزيد من زيارات الوفود التايلندية إلى المملكة وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في شتى المجالات. وأشار سموه إلى أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الصداقة البحرينية التايلندية في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما وأنها تضم في عضويتها نخبة من الكوادر البرلمانية المتميزة في البلدين. وأكد سموه ضرورة المضي في تفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تربط بين البلدين، لا سيما تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتحقيق نقلة نوعية على صعيد العلاقات الثنائية. وأثنى سموه على التعاون البرلماني القائم بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند وبدوره في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة التفاهم والتنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. ونوه سموه إلى ضرورة أن تنمو العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مملكة تايلاند ودول مجموعة الأسيان، مشيدا سموه بما تشهده تايلاند من تطور وتقدم في العديد من المجالات. من جانبه أعرب رئيس لجنة الصداقة التايلاندية البحرينية عن خالص شكر وتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، منوها بالدور الكبير الذي قام به سموه في تأسيس وتنمية العلاقات البحرينية التايلندية وبالجهود التي يبذلها سموه لتعزيز عرى التعاون بين دول الخليج ومملكة تايلاند بشكل خاص ومجموعة الأسيان بشكل عام. وأشار إلى أن اجتماعات لجنة الصداقة التايلندية البحرينية تشكل فرصة لتحقيق مزيد من التقدم في مسار العلاقات الثنائية والوصول بها إلى آفاق أرحب، مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من تقدم ونهضة على كافة الأصعدة خاصة في المجال التشريعي. وأكد حرص مملكة تايلاند على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين التي يربطها بها تاريخ متميز من التعاون البناء والمثمر في شتى المجالات، مشيرا إلى أن البرلمان التايلاندي سوف يدعم أي توجه من شأنه أن يرفع من مستوى التعاون بين البلدين الصديقين.